كيف تدمر الحرارة الشديدة اقتصاد العالم؟ نشرت مجلة فاست كومباني الأمريكية مقالا لديريك ليموين الأستاذ المشارك في الاقتصاد بجامعة أريزونا الأمريكية، تناول فيها الأضرار التي تلحق بالاقتصاد جراء الحرارة الشديدة، وذلك تزامنا مع موجات الحر غير المسبوقة التي يشهدها عدد من المدن الغربية. يستهل الكاتب مقاله بالقول من المرجح أن يكون صيف 2021 هو الأكثر حرارة على الإطلاق، إذ تشهد عشرات مدن العالم الغربي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة. تسببت هذه الحرارة المرتفعة في مقتل مئات الأشخاص واشتعال الحرائق في الغابات وتفاقم الجفاف. طرح الكاتب سؤالا: كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الاقتصاد ككل؟ ثم يجيب قائلا: بصفتي خبيرا اقتصاديا درس تأثيرات الطقس والتغير المناخي، فقد استعرضت مجموعة كبيرة من الدراسات التي تجد رابطا بين ارتفاع الحرارة والنتائج الاقتصادية. وفيما يلي أربع طرق تؤثر من خلالها الحرارة الشديدة في الاقتصاد وتحدث أضرارا في حركته، ولا يخلو الأمر من بعض الأخبار الجيدة أيضا. أولا، الحرارة الشديدة وانخفاض النمو الاقتصادي. يلفت الكاتب إلى أن الأبحاث المختصة وجدت أن الحرارة الشديدة يمكن أن تحدث ضررا مباشرا في النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت سنة 2018 أن اقتصادات الولايات المتحدة تميل للنمو بوتيرة أبطأ خلال فصول الصيف الحارة نسبيا. وتظهر البيانات أن النمو السنوي ينخفض بنسبة 0.15 إلى 0.25 نقطة مئوية لكل ارتفاع في الحرارة بمقدار درجة واحدة فهرنهايت فوق المعدل الطبيعي الذي تشهده الولايات عادة في فصل الصيف. وفي القطاعات المتخصصة في الأعمال الخارجية المعرضة لتقلبات الطقس مثل البناء، يقضي العمال ساعات أقل في العمل عندما يكون الطقس أكثر حرارة، كما يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الصيف حتى في القطاعات التي تعمل في الأماكن المغلقة بما فيها البيع بالتجزئة والخدمات والتمويل، إذ تقل إنتاجية الموظفين عندما يكون الطقس أكثر حرارة في الخارج. ثانيا، اقتصاد العالم وانخفاض إنتاجية المحاصيل. يؤكد الكاتب أنه من الواضح أن الزراعة من الصناعات المعرضة لتقلبات الطقس، إذ تنمو المحاصيل في الهواء الطلق، وفي حين أن درجات الحرارة التي تصل إلى 32 درجة مئوية تساعد في نمو المحاصيل. تنخفض إنتاجية المحاصيل عندما ترتفع درجات الحرارة فوق هذا المستوى. وهناك بعض المحاصيل التي تتضرر بشدة من ارتفاع درجة الحرارة مثل الذرة وفول الصويا والقطن. قد يكون هذا الانخفاض في الإنتاجية مكلفا لقطاع الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. يقول الكاتب أنه وجد في دراسة حديثة أجراها أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين إضافيتين يبدد أرباح نحو فدان من الأراضي الزراعية في شرق الولايات المتحدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث سنة 2010 عندما دمر محصول القمح الروسي نتيجة موجة الحر التي تعرضت لها البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في جميع أنحاء العالم. ثالثا، ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة. يشدد الكاتب على أنه من الطبيعي عندما يكون الطقس حارا أن يزداد استهلاك الطاقة، إذ يعمد الناس والشركات إلى استخدام مكيفات الهواء وغيرها من وسائل التبريد بأقصى طاقتها من أجل تقليل درجة الحرارة داخل منازلهم ومكاتبهم. ووجدت دراسة أجريت سنة 2011 أن يوما إضافيا واحدا فقط ترتفع فيه درجة الحرارة أكثر من 90 فهرنهايت يزيد من استهلاك الطاقة السنوي المنزلي بنسبة 0.4%. تظهر الأبحاث الحديثة أيضا أن استهلاك الطاقة يزداد أكثر في المناطق الأعلى حرارة، ربما لأن عددا أكبر من المنازل أصبح يمتلك مكيفات الهواء. ويلفت الكاتب إلى أن هذه الزيادة في استخدام الكهرباء في الأيام الحارة تشكل عبئا على شركات وشبكات الكهرباء في الوقت الذي يشتد فيه اعتماد الناس عليها، كما رأينا في ولايتي كاليفورنيا وتكساس أثناء موجات الحر الأخيرة عندما تسبب العبء الزائد في انقطاع الكهرباء، وهذا الانقطاع يكون مكلفا جدا للاقتصاد، إذ قد يفسد مخزون المواد الغذائية والسلع الأخرى، وتلجأ شركات الأغذية إلى تشغيل المولدات الكهربائية أو الإغلاق. على سبيل المثال، بلغ خسائر الانقطاع في التيار الكهربائي في ولاية كاليفورنيا سنة 2019 نحو 10 مليارات دولار.
التعليم والعائدات أيضا يتضرران. ومن الآثار الطويلة المدى لارتفاع درجات الحرارة التي يلفت إليها الكاتب هو تأثير الطقس الحار في قدرة الأطفال على التعلم، والتأثير تبعا لذلك على عائداتهم ودخولهم في المستقبل. فقد أظهرت الأبحاث أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الفصل الدراسي يقلل من التحصيل الدراسي للأطفال، إذ تنخفض درجات الطلبة في مادة الرياضيات أكثر عندما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 21 درجة مئوية. أما فيما يخص مادة القراءة فيبدو أنها أكثر مقاومة للحرارة، ويزعم القائمون على البحث أن ذلك يتوافق مع الاستجابات المختلفة لأجزاء الدماغ مع درجات الحرارة. أظهرت إحدى الدراسات أن الطلاب الذين يلتحقون بمدارس تفتقر لمكيفات الهواء يتعلمون بنسبة 1% أقل مقابل كل زيادة بمقدار درجة فهرنهايت في متوسط درجات حرارة العام الدراسي. ويؤدي فقدان التعليم إلى انخفاض عائدات الطلاب على مدى سنوات حياتهم، ويضر بالنمو الاقتصادي مستقبلا لكل بلاد. وفي الواقع يبدأ تأثير الحرارة الشديدة على تطورنا حتى قبل ولادتنا، إذ وجدت الأبحاث أن الراشدين الذين تعرضوا لدرجات حرارة شديدة وهم أجن في بطون أمهاتهم تكون دخولهم أقل في مختلف أطوار حياتهم، وكل يوم إضافي يكون معدل الحرارة فيه أعلى من 90 فهرنهايت أي 32 درجة مئوية، يقلل أرباح الشخص بعد 30 عاما بنسبة 0.1%.